السؤال الأول عندنا rank the following compound from the top to the lowest stable، يعني رتب المركبات الآتية من الأعلى إلى الأقل استقرارا. حتى تعرف ترتب لازم تعرف أنواع ذي المركبات شنو. إذا تلاحظ هنا أنا أيون كربون، نفس ما اتفقنا الكربون رباعي التكافؤ، الآن عندي 3 تكافؤات ناقصة عاصرة، فكنا تحول أيون، ما تحول يعني ما ضل ذرة، فيعني هذا أيون كربون. هذا الأيون كربون متصل بكم R، متصل كم مجموعة؟ هاي المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة. فهو مبدئيا متصل بآر بآر بآر، متصل بثلاثة آر. فمن شكل هذا نفس ما شرحنا بالمحاضرة فاتت، هذا تريشري كاربوكاتيون. هنا عندنا هذا الأيون مال كربون، وهنا الآر الأولى، وهنا الآر الثانية، متصل بعد بآر ما متصل. فمبدئيا نقدر نقول إنه هذا سكندري كاربوكاتيون، متصل بس مكانيا. وهنا هنا عندنا الايون للناقصة هيدروجين، هذا عندنا الار مالته، فهذا برايمري كاربوكاتيون. فهسه عرفنا انه هذا تريشري وهذا سكندري وهذا برايمري كاربوكاتيون، منو اكثرهم استقرارا؟ نفس ما اتفقنا التريشري اكثرهم استقرارا، بعد يجي ورا السكندري، بعد البرايمري. فالترتيب مالنا شو راح يصير؟ ترتيبنا راح يصير انه هذا اكثرهم استقرارا، بعد يجي هذا، بعد يجي هذا، او تقدر تقول هذا اكثر استقرارا، يجي بعد هذا ويجي بعد هذا. هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني عندنا complete the following reactions، يعني اكمل التفاعلات الاتية. هنا متفقين انه كل اثنين H راح تشيل عصرة واحدة. شو كل اثنين H راح تشيل عصرة واحدة؟ مثلا اذا عندنا CH عصرة مزدوجة، CH هنا 2 هنا 2، احنا متعودين ال CH3 بيناتها عصرة مفردة، فحتى تحول هذا الشكل الى CH3 لازم نضيف هنا هيدروجين وهنا هيدروجين حتى تنشال هاي العصرة الزايدة، ويرجع الكين ما يرجع الكين، العفو يرجع الكان ما يرجع الكين. فهنا عندنا ما عندنا عصرتين، عندنا ثلاث اواصر، عندنا هاي الاولى الاساسية مالتنا، عندنا هاي وحدة وهاي وحدة. حتى نشيلها لازم ندخل ذرتين هيدروجين على العصرة الأولى وذرتين هيدروجين على العصرة الثانية، فناتج مالتك راح يطلع نفس المعقد، نفس المركب بس بدون الأواصر هاي، 1 2 3 4 5 6، هي أعتقد هالشكل يصير. أي هذا حل مالته. الثاني التفاعل مالته ويا الأسيد ويا الحوامض. القاعدة العامة ما تشي يقول، يقول سي ترتبط منها عصرة ومنها عصرة منها عصرة، وهاي غصبا عليها تكون H. ترتبط هنا هم سي ثانية بس جوا او H، هم عصرة عصرة عصرة. اللي راح يصير شنو من نضيف حامض؟ الحامض راح يدمج ال H وال او H، فراح تصير H2O. عندنا هيدروجين، عندنا هيدروجين، عندنا O واحدة، فراح تصير H2O. هنا راح يسوي نفس الشيء، انه هذا ال OH راح يندمج ويا واحدة من ذين ال H، فراح يكون H2O. H2O هي مزائد. شنو بقى من هنا؟ بقى من هنا CH2، وهنا عندنا CH2 لان شلنا H. نفس ما اتفقنا انه الكربون يرتبط ب يرتبط باربع عواصر حتى نقول عليه ذرة مستقرة، لان انا مرتبط بعاصرتين يراد لها بعد عصرتين حتى نقول عليها ذرة مستقرة. فبهالحالة صار ذرة الكربون الأولى مرتبطة بأربع عواصر، وذرة الكربون الثاني هم مرتبطة بأربع عواصر، فشكل النهاية من المركب هيك راح يصير CH2 CH2 بينات عاصر مزدوجة زائد H2O. هنا عندنا نفس المثال الأول، لا في السؤال الأول نفسه، بس الفرق بدل ما انه عندنا 2 H هنا عندنا H وهالوجين H وبي ار. بس خطوات الحل راح تبقى ثابته نفسها، ننزل مركب مالنا هيكسين، هنا راح نضيف H بجهه، بجهه ثانيه ما عندنا H، فراح نضيف بي ار بالجهه الثانيه حتى نشيل الاصره، فراح تنشال الاصره ال CH3 ما قربوا لها، راح تبقى بمكان CH3. هنا ضفنا H
اللي نضفناها هنا ما راح تنحسب، او اذا تريد تحسبها بدل ما كانت هنا CH2 العفو CH صار CH2. فاذا الهيدروجين هنا ما راح تنكتب. ضفنا هنا هيدروجين، هنا شو لازم نضيف؟ لازم نضيف BR، فراح يصير هذا الشكل المركب مالنا. زين، الى احتماليه حل ثانيه، اي الى احتماليه نقدر نضيف هنا ال H وهنا ال BR على طرفي الاثر المزدوجه، فراح يصير الحل الثاني مالنا. هو لازم تكتب له حلين باعتبار انه هذا يشتغل باحتماليه. فهنا راح يصير ال H اللي راح تختفي بالمعقد، وهنا نكتب ال BR. فايش راح يصير الحل مالتك؟ بالنقطة الرابعة عندنا تفاعل الأوزون، هو أصعب نقطة بالسؤال كله، مو الأسئلة كلها أصعب نقطة. فتفاعل الأوزون، لحظة بس خلنا نكتب السؤال. هذا الأوزون، الأوزون يعتبر صعب لأنه هو سؤال مطول ينحل بخطوتين. عندنا هذا ثلاث ذرات هيدروجين، ثلاث ذرات أكسجين، وهذا المركب اللي يخوف، ما أدري شلون صاير. شلون تبلش تحل؟ أول ما هي تنزل المركب نفس ما هو، بس الآثرة المزدوجة تفكها وتحط بنص هلها الأكسجين. شلون يعني؟ هذا المركب ينزل نفسه CH3 ناسي تنزل، الآثرة المزدوجة تعوقها. ايش راح تسوي؟ راح تسوي أكسجين أكسجين أكسجين. هذا الأكسجين يرتبط بالسي، هذا الأكسجين يرتبط بالسي، تكتب السي ثاني هنا، هم هنا H CH3 وهنا H، هم تربط ذرتين أكسجين، تربط ذرتين أكسجين هم بالسي، راح تبقى هاي الذرة مع الأكسجين أربطها، فراح يصير شكل بهال، يعني راح يصير خربطة مات بهالشكل. شو سوي بالخطوة اللي وراها؟ تقسم ذرة السي ذراتها، تقسمها شلون يعني؟ القسم الأول والقسم الثاني. هاي السي راح تروح واحد، وهاي السي راح تروح واحد. من راح يضل؟ راح يضل هذا الأكسجين، هذا الأكسجين راح ينحذف، فراح يصير الشكل الأخير إلى شلون. السي الأولى مرتبطة بسي اتش 3 وآثرة مزدوجة ويا الأو، حتى تصير واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة واصلة هاي استقرت. السي الثاني شنو بقى منها؟ بقى منها ال H3 وال H3 والأكسجين مالها، سي H سي H3 والأكسجين مالها. فهم واحد ثلاثة أربعة ارتبطت بأربع ذرات، يعني أربع عواصر، يعني ذرة مستقرة. فهو تفاعل الأوزون، يعني الخربطة أشوف الواحد إنه هذا الأو راح يختفي. السؤال الثالث، سايكلوهكسان 3 داين. كل سهل، تحط السايكلو مالتنا مثل الهكسين، وتحط آثرة بأي مكان تريدها باعتبار انه من اسم داين عندنا آثرة مزدوجة، فنحط الآثرة المزدوجة من ما نريدها ونرقم. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هنا يقول لك سايكلو 1 3 داين، هاي ال 1 بلشت بيها، هاي 2 3 هنا، فهذا شكل ال 1 3 سايكلو هكسا 1 3 داين. سؤال سهل ما بيشي. السؤال الثالث فرع بي، هنا مطيك بروبان ويقول لك شنو نوع غاز، لو ليكويد لو سوليد. هنا تلقاها بالفيزيكال بروبرتيز مال الكائنات، دقيقه بس. هنا الفيزيكال بروبرتيز اوف الكائن، هنا عندنا يقول لك من 1 سي الى 4 سي ذول كن غازات، من 15 من 5 الى 17 سي ذول ليكويدز، ومن 18 الى سي ان على 700 سي ذول سوليدز. فبالسؤال مطيك كم سي؟ مطيك 1 2 3، فايش اكيد قال له غاز. والسؤال الثاني يقول لك الكين ار مور دينس ذان ووتر، صوت علي سعدون. هنا طبعا فولس مو ترو، لان هي ليس دينس ذان ووتر، اقل كثافه من الماء. هم تلقاها بالفيزيكال بروبرتيز مال الكائنات، الكان are less dense than water.